خلونا نروح لخبر آخر، وأيضا أعتقد أنه خبر مهم جدا. وكانت الشركة النهاردة أعلنت الشركة الإفريقية للأمن والحراسة عن توافر فرص عمل للمشاركة في تأمين كأس الأمم الإفريقية بمرتبات مجزية، ده بالإضافة لمميزات تانية من تدريب وتأمينات اجتماعية وتوفير الزي الموحد والوجبات وتفاصيل كتيرة جدا. وخليني أقول أنه للاستفسار والتقديم رجاء الاتصال على الأرقام الموجودة قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتورة آية حسام، مسؤولة الموارد البشرية بالشركة الإفريقية للأمن والحراسة، عشان نعرف أكثر عن طبيعة هذه الوظائف والأرقام قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. لو إيه هي طبيعة الوظائف يا دكتور اللي تم الإعلان عنها من الشركة للمشاركة في تأمين الأمم الإفريقية؟ هو في الأول الشركة الإفريقية هي أول شركة لتأمين الأحداث الرياضية في مصر. دي كانت سلبية لتوصية لكثير من الناس المهتمة أو الأطراف المنظومة الكروية المصرية بضرورة وجود شركة خاصة بتأمين الأحداث الرياضية. موجود طبعا عندنا تقنيات كتير جدا هيتم التأمين بيها، زي مثلا برنامج التعرف على الأشخاص، هنربط البيانات والصور للأشخاص عند حجز التذاكر بمنظومة كاميرات الاستادات، علشان في حال حدوث أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية للشخص ببياناته. في طبعا تقنيات تانية كتير هيتم تدريب الأفراد عليها بالإضافة للتقنية دي، إن إزاي يتعاملوا معاها، ده غير التدريب الفني والمهارات الشخصية، هيتعاملوا فن التعامل مع الجمهور وإزاي ينظموا الأعداد الكبيرة ومهارات التواصل وإزاي ندخل الجماهير من بوابات الاستادات بدون حدوث اي ده تدريب اللي حضراتكم هتقدموه لناس اللي تم الموافقه عليهم ان هم يشتغلوا محل بالظبط بالظبط. هيتدربوا كمان ازاي ندخل الجماهير بدون حدوث اي تكدس، ده طبعا لحفظ سلامه الجماهير والمواطنين. ايه الشروط بقى يا فندم؟ عفوا، شروط حضراتكم ايه الشروط اللي وضعينها علشان يعني تشغلوا او توافقوا على بعض الناس؟ هي الشروط بسيطه جدا، السن من 21 ل 40 سنه، يكون معايا متاهل متوسط فيما فوق، مصر الجنسيه طبعا، وما عندوش اي مانع صحي من مزاوله المهنه او اي طبعا مشاكل جنائيه او سابقه او طبعا بالاضافه لارقام هو ممكن ياخد مصوغات تعيينه الطبيعيه، الفيش الجنائي باسم الشركه ونسخ من اوراقه وموقف التجنيد وما الى ذلك، ويتوجه لمقر الشركه للتقديم مباشره. بتقبله من اي محافظات يا فندم، ولا الافضل ان يكون من المحافظات اللي هيبقى فيها مباريات فقط؟ هو طبعا المفضل ان هو يبقى من المحافظه نفسها، ولكن بنقبل طبعا في المحافظات الاخرى اللي هي الاسكندريه والسويس والاسماعيليه، ممكن نقبل فيها من محافظات اخرى، وده بسبب انه متوفر سكن للمغتربين، لكن في القاهره للاسف غير متوفر سكن. طيب خليني اسال حضرتك اخيرا، يعني في الاعلان اللي احنا قريناه انه في مزايا مختلفه للي هيتقدموا واللي هيتم قبولهم، ايه المزايا تقريبا اللي هيحصل عليها اللي هيتم قبوله في هذه الوظيفه؟ خليني اقول لك ان اهم ميزه فيها ان هو تقريبا اعلى مرتب لفرد الامن في مصر، وهو بيبدا من 3000 جنيه. ده المرتب الصافي. طبعا احنا متحملين الضرائب الدخل للفرد والتامينات الاجتماعيه وزي الموحد بتاعه ووجبات في الايام العمل او ايام الماتشات، هيبقى في وجبه اضافيه في المكان. بالاضافه طبعا لان العناصر المتميزه اللي هتثبت تميزها هيبقى ليها فرصه ان هي تثبت في الشركه بعقد دائم. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره ايه حسام، مسؤوله الموارد البشريه في الشركه الافريقيه للامن والحراسه.